طبعا حراك شعبي مستمر وبزخم متزايد. نحن بكرة في احتفالية بالذكرى المئوية. نحن قالك الحراك وبلش تقريبا تم الدعوة له ب 16/8، بداية الحراك كانت ب 17/8. بكرة تقريبا معتبرين الذكرى المئوية لبداية الحراك. الحراك منذ أيام الأولى رفع شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي والقرار 22-54، والوقفات المسائية والصباحية موجودة بشكل مستمر في ساحات كرامة على امتداد المحافظة وكل قراها. في كل يوم نشهد حركة احتجاجية ووقفة احتجاجية من كل القرى والبلدات المجاورة والمحافظة، تشارك هذه القرى لتشد أزر بعضها وتثبت أن الحراك منتشر على مستوى المحافظة، وأن المطالب هي المطالب السياسية التي تخدم الشعب السوري بأكمله. مصرين على القرار 22-54 والتغيير السياسي، رافضين أي أشكال من مما يدعيه النظام وأتباعه بانفصال أو بمطالبة بإدارة ذاتية أو لا مركزية. كلنا نسعى إلى الهوية الوطنية والهوية السورية والتغيير السياسي الذي فيما بعد يتم الاتفاق على آلية العمل مع باقي السوريين، مع على امتداد الجغرافيا السورية على 185,000 كيلومتر من القامشلي إلى درعا، ومن السويداء إلى إدلب، ومن اللاذقية إلى الحسكة. هذا الحراك مستمر، ونحن منذ اليوم الأول أعلن جميع الناشطين أن الحراك لن يتوقف إلى أن تتحقق المطالب، حتى لو استمرنا بدل الشهرين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة. نحن وصلنا لمرحلة حرقنا الموانئ، ولم نحرق السفن، حرقنا الموانئ، لأنه لا مجال للتراجع أو للتهاون في هذه المطالب. نعم سيد صالح، أنت قلت بأن المحتجين قد اتخذوا قرارهم بأنه لا مجال للتراجع، ولكن في الجهة المقابلة الحكومة السورية إلى الآن تتبع سياسة تجاهل ما يجري في السويداء. برأيك لما تتبع الحكومة هذه السياسة؟ الحكومة السورية والنظام السوري يتبع هذه السياسة، يراهن على الوقت أن الناس ممكن أن تتراجع، أن تمل. جاء موضوع غزة والأحداث اللي حدثت في غزة أثر على الحراك وعلى الضغط الدولي لتطبيق القرار 22-54. كلنا نتذكر ونتابع أن كان في هناك تحركات دولية لتطبيق القرار 22-54، وكان هناك حماس للمبادرة العربية، لكن بعد تراجع النظام عن تطبيق هذه البنود، هذه المبادرة العربية سحبت. جاءت موضوع القطاع غزة والحرب في غزة على إخواننا في الفلسطينيين، كان له تأثير. النظام يراهن على الوقت، على تغيير المواقف الدولية، لكن هذا الأمر لن يجدي نفعا، لأن الناس مصرة على المتابعة، وحتما موضوع غزة سيتوقف وسيعود الملف السوري إلى الظهور، وستعود الدول بناء على المطالب الشعبية والحاضنة الشعبية تطبيق القرارات الدولية والتغيير السياسي الذي سيسعى إلى الاستقرار في سوريا، وبالتالي الاستقرار في المنطقة، وهذا سينعكس إيجابيا على مصالحهم. الدول تعمل وفق مصالحها. الدول إذا رأت أنه لابد من تغيير سياسي وحل سياسي في سوريا فهي لتحقيق مصالحها. وللأسف نحن عندنا 5 احتلالات صاروا بسوريا. قد يكون الوقت حان لنوع من الاستقرار ليستفيدوا من هذا. نحن نسعى إلى أن يقف هذا النزيف، يقف هذا الحالي في سوريا، نبدأ بالتغيير السياسي، ولن نتخاذل ولن نتراجع. نحن نقدر ظرف السوريين، نعرف كيف لا يستطيعون الوقوف في وجه هذا النظام، القبضة الأمنية المتشددة في مناطق سيطرة النظام، لكن لابد من الدول تقتنع، الدول الإقليمية والدولية والأمم المتحدة، أن لابد من تطبيق القرار 22-54 والتغيير السياسي لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة. نعم سيد صالح، يعني هل برأيك هل من الممكن أن يكون هناك آلية جديدة لدى اللجان المنظمة للحراك لتنظيم وتفعيل وتوسيع رقعة الاحتجاجات في المحافظة خلال الفترة المقبلة؟ طبعا هذا الأمر يعمل عليه منذ بدايات الحراك، وهناك تم تشكيل الأسبوع الماضي تشكيل تيار الحرية والتغيير، وهو معول عليه ليكون الرافعة التنظيمية لهذا الحراك، وليكون صوت الحراك داخل سوريا وخارج سوريا. هناك مشاريع وهناك مخططات للجان التنظيم لتنظيم الحراك، لتوسيع مجاله، لتوزيع نشاطه، لتوزيع الكادر المشارك، للمحافظة على الاستمرارية، للمحافظة على الزخم. وهذا الأمر
تم العمل عليه فعلا، وهو الامر مستمر، ونحن هلا عم نقول وصلنا باليوم المية، وبعض الزخم موجود وبعض المشاركه، وطبعا اكيد عم تتابع المشاهدين. نحن اللافت للنظر انه خلال الاسبوعين الماضيين كانت الفعاليات المدنيه من نقابات المحامين، من نقابات المعلمين، للاطباء، او الكادر الصحي، للفلاحين، الكتاب، للمعتقلين. المجتمع المدني انخرط بهذا الحراك بشكل فعلي وبشكل اعطى صوره واضحه، طبعا بالاضافه لدور النساء الكبير في هذا الحراك، وتنظيم ورفض للحراك بلوحات جميله تنادي بالحل السياسي. نعم، كنت معي من السويداء السيد صالح سيطان النبواني، ناشط سياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.